عم نحكي مع يونيسف نشوف امتى بدنا نرجع على مخيم الزعتري، امتى بدنا نرجع مخيم الازرق لحتى اشوف الاطفال اللي شفتهم السنه الماضيه والسنه اللي قبلها. اي بقدر احكي لك على اكثر من طفل، مثلا في شاب صغير محمد بيعزف الاورج بطريقه كثير كثير حلوه يعني، وانا بالنسبه لي بشوف اذا توفرت له الفرص المعينة ممكن بإذن الله يصير شيء كتير كبير بشغله بفنه إذا حب يصير فنان. بتشوفي في الحلو لما تشوفي لمعة بعيون هالأطفال، بتشوفي في تحدي، وبتشوفي في روح حلوة وفي ذكاء. عرفتي كيف يعني؟ مثلا بتشوفي محمد عم يطلع على أصابعه على البيانو فعم يلقطها بسرعة، بعدين لما هو يعزف عم يعزف زي اللي تعلمه هلأ مني قبل بدقيقة. هالشغلات هي يعني بتشوفي فيهم روح، وبيعطوني انا كمان يعني بيعطوني انا كمان طاقه كثير كثير كبيره. هذا الحلو بالموسيقى اللي هي عباره عن دائره، انا بعطيهم بركي طاقه عن طريق البيانو الموسيقى، هن بعدين بيرجعوا لي اياها وبتضل هالدور تدور وبنكبر مع بعض.